السلام عليكم، سيد حسين عالم أبل وياكم، واليوم موضوع جديد وتحديث جديد، تحديث iOS 13.1.3. ما أهمية التحديث ولو إيش الأجهزة المتوفرة؟ خلوكم مع المقطع. أول شيء لا تنسى تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة عشان يصلك الجديد. طبعا التحديث كاتبين فقط يتضمن إصلاحات لبعض الأخطاء. طبعا لو ضربنا على خيار معرفة المزيد راح نشوف حل لكل هذه المشكلة، ومن أغلبها مشكلة الأبل واتش الاقتران ما تقترن بنجاح، وإذا أيضا الهاتف فيه إشعارات الساعة ما ترسل الهاتف ما يرسل إشعارات للساعة نفسها، وأيضا مشكلة في البلوتوث أحيانا ينفصل، وفي تطبيق صحتي ما يعطيك المعلومات صح، وأيضا في البرنامج اللي هو يعني مو برنامج في البلوتوث أيضا إذا تشبك سماعة تكون جودة الصوت فيها ضعيفة وحاليا حسنوها، وأيضا إذا بتستعيد تسجيلات صوتية من الآي كلود ما راح في هذا التحديث اللي احنا الحين فيه اللي هو iOS 13.1.2 في مشكلة وما تقدر تستعيد المذكرات الصوتية ويصير لك فشل، وايضا عند تحميل التطبيقات من الاستعارة من الآي كلود. يعني لو انت مثلا عملت فورمات للجهاز او اعادة تعيين وجيت بتسوي يعني التطبيقات بتستعيدها عن طريق نسختك الآي كلود الاحتياطية ما راح يصير، لكن في هذا التحديث اللي هو iOS 13.1.3 انحلت هذه المشكلة، وأيضا في إصلاحات وست ثغرات وأمان. فبس شباب أتمنى الكل حدث إلا أجهزة قديمة وجديدة. شكرا على متابعتكم الفيديو، وبس يا شباب مع السلامة.